ازاي نحط الاعداد ووصف البيانات. اول حاجه هنتكلم عن الاعداد الموجبه والاعداد السالبه. الاعداد الموجبه احنا عارفين ان الاعداد الموجبه هي اعداد اكبر من الصفر، اللي هي ايه؟ 1، 2، 3، 4، 5 الى موجب ما لا نهايه. طب الاعداد السالبه هي اعداد اصغر من الصفر، وتصدقها علامه او اشاره الايه؟ السالب. سالب 1، سالب 6، سالب 8، سالب 5 الى سالب ما لا نهايه. بعد كده يا فندم همثل خط الايه؟ همثل على خط الاعداد الاعداد المجرده والاعداد السالبه. الاعداد المجرده هي اعداد اكبر من الايه؟ من الصفر، فمعنى كده هيقعد على يمين ايه؟ الصفر الاعداد المجرده. حتى الاعداد السالبه هي اعداد مالها اصغر من الصفر، فتقع على يسار الصفر. يبقى دلوقتي طب الصفر ده احنا ما ذكرناش اسمه، الصفر ده ينفع يتكتب كده؟ اقول موجب صفر او سالب صفر؟ قال لك لا، دي غلط ودي غلط، لان الصفر ليس عدد موجب وليس عدد سالب. بعد كده هناخد مثال خطي، بيقول لي اكتب عددا موجبا او سالبا يعبر عن كل موقف. اول حاجه ارتفاع مبنى 15 متر فوق سطح الارض. كلمه فوق انها الرقم بتاع ده زاد، يبقى انا طلعت لفوق، فمعنى ان انا طلعت لفوق يبقى هكتب اشاره ايه؟ هكتب اشاره موجبه، يبقى موجب ايه؟ 15، يبقى موجب ايه؟ 15. طب من التحرك غواصة على عمق 200 متر تحت سطح البحر، معنى تحت ان انا هعمل ايه؟ هنزل. طب طالما هنزل يبقى القيمة بتاعتي هتقل، يبقى انا الرقم 200 ممكن تبقى ايه؟ سالب 200، يبقى الإجابة بتاعتي سالب 200، فتحتها بإشارة سالبة علشان في متر تحت. هناخد مثال تنسيق يا فندم. احنا دلوقتي الاعداد الموجبه اعداد اكبر من الصفر، والاعداد السالبه اصغر من الصفر. تاني حاجه هنتكلم عن الاعداد المتعاكسه او المقابله. هي عباره عن ايه؟ هو عباره عن عددين يقعوا على خط الاعداد من جهتين مختلفتين ولكن على نفس المسافه. هناخد مثال، انا كتبت رقم 5، عايز اعرف العدد المتعاكس هو نفس الرقم بس باختلاف الاشاره، كده موجب. يبقى الاشاره بتاعت الرقم الثاني سالب. طب لو كتبت سالب 3 يبقى العدد المتعاكس بتاعه ايه؟ موجب 3، احسنت. طب لو كتبت مثلا 2 على 4 يبقى العدد المتعاكس سالب 2 على 4. يبقى عرفت ان العدد المتعاكس هو عدد ونفس العدد بس بعكس الايه؟ الاشاره. بعد كده هناخد امثله تفضيليه. اكتب المعكوس الجمعي لكل عدد لكل عدد من ما يلي. اول حاجه سالب 12 ده سالب، يبقى المعكوس بتاعه بالايه؟ بالموجب. قمت انت ايه؟ موجب 11، الموجب طبعا ما بيتكتبش. طيب نص، يبقى المعكوس بتاعي ايه؟ سالب نص. طب 3 هنا سالب 3 على 2، يبقى المعكوس بتاعه ايه؟ موجب 3 على 2. طب 6 على 2، يبقى المعكوس بتاعه ايه؟ سالب 6 على 2. في حاجه صعبه يا فندم؟ بعد كده هننتقل الى الدرس الثالث، نتكلم عن تحليل الاعداد النسبيه باستخدام النماذج. أول حاجة إحنا هنصنف مجموعة الأعداد إلى أربع أقسام. هنتكلم أول حاجة عن مجموعة الأعداد العد، هي عين. طب أنت قلت عين عين ليه؟ عشان ده أول حرف في الإيه؟ في الكلمة عد، يبقى دي العد. ولما نيجي نقول لك تعالى عد معايا، العد تبدأ من أي رقم؟ بتبدأ من رقم 1، برافو عليك. 1، 2، 3، 4، 5، 6،
ايه اللي اصغر من النون؟ هي صاد. برافو عليك، هي صاد. طب ايه اللي اصغر من الصاد؟ هي الايه؟ ط. طب ايه اللي اصغر من الط؟ اخر حاجه هي عين. يبقى احنا عندنا نون واللي اصغر من نون صاد، واللي اصغر من صاد ط، واللي اصغر من ط ايه؟ عين. تعالى ناخد مثال. يقول لي اكمل لكتابه ينتمي او لا ينتمي. سبعه، هي سبعه دي من الاعداد العد. ايوه، ما انا بقول عد، بقول 1 2 3 4 5. يبقى ده ايه؟ ينتمي. ده ايه؟ طيب 5 من 10، 5 من 10 هو من اعداد نون. ايوه، ما نون دي هي كل الاعداد شامله كل الاعداد. فناخد ايه؟ يعني طب سالب 9 هي من اعداد ط؟ لا، احنا فاكرين ان ط بيبدا معانا سالب 8 ايه؟ من صفر، 1 2 3. الاعداد ينتمي. طب سالب 6 و5 من 10 من الصاد؟ ما هو ما حددتش صاد موجب ولا صاد ثالث، يبقى معنى كده هو ينتمي ولا لا ينتمي؟ ينتمي. بعد كده سنة ستة هنتكلم عن العلاقة بين المجموعات الأعداد. يقول لي إيه؟ أكمل بكتابة جزئية أو لا جزئية. عايز أعرف هو العدد مثلا مجموعة الأعداد اللي هي العدد دي جزء، يعتبر جزء من صاد؟ كلمة جزء يعني هي أصغر من الصاد، يعني هي داخلة فيها. أيوة طبعا، إحنا عندنا مجموعة الأعداد العد اللي هي بتعمل إيه؟ 1 2 3 4، وصاد بتاخد الإيه؟ الصاد الأولى والصاد الثاني. يبقى هي تعتبر جزئية ولا لا جزئية؟ تعتبر جزئية. طب أنا عندي دلوقتي النون، هي جزئية في العد؟ لا، ده النون هي اللي أكبر. النون هي اللي إيه؟ الأكبر. فهي إيه؟ النون أكبر من العد، فتعتبر لا جزئية. ده العين هي اللي جزء منه. بعد كده الصاد والطا. هو مين الكبير؟ الصاد ولا الطا؟ الصاد. يبقى الصاد جزء من الطا؟ لا، يبقى لا جزئية. بعد كده الطا، الطا هي مجموع الاعداد الطبيعية. وعندي بعد كده النون، الطا هي اصغر من النون، يبقى جزئية ولا لا جزئية؟ لا جزئية. بعد كده هننتقل الى الدرس الرابع، نتكلم عن مقارنة الاعداد النسبية وترتيبها. مقارنة يعني انا هستخدم ايه؟ اكبر واصغر وثالث واحد. انا دلوقتي بقول ايه؟ ضع علامة ماشي يا سنة. فاحنا دلوقتي المقارنة يعني هستخدم ايه؟ اكبر او اصغر او مساوي. طيب اول حاجة بيقول لي 3، وهنا 1.5. مين الكبير؟ 3 ولا الواحد؟ الثلاثة. دي 3 ودي 1.5. يبقى 3 أكبر من إيه؟ من 1.5. طب أنا عندي هنا صفر وهنا سالب 4. الصفر ماله؟ قال لي الصفر بيكون أكتر، صفر عندي بيكون أكبر من الأعداد دي إيه؟ السالبة. يبقى أنا هقول إن الصفر ده أكبر من إيه؟ من سالب 4. طب دي 9 وربع، ودي 9 وخمس. إيه ده؟ إحنا دلوقتي فين العدد صحيحي؟ زي بعض. تعالوا بقى نبص على الكسر. ده خمس وده إيه؟ ربع. بص يا سلام، بص يا سلام، ده خمس وده ربع. لاحظنا ايه؟ لاحظنا ان البسط بتاعنا متحد زي بعض، بس الاختلاف في المقام. طب انا اعرف ايه؟ قال لك دلوقتي كل لما يكون في اتحاد في البسط، كل ما قيمة المقام بتاعي بتكبر، كل ما كنت ايه؟ بتظهر. يبقى العكس، يبقى الاربعة مالها؟ الاربعة اصغر من الخمسة، يبقى معنى كده ان قيمتها اكبر من الايه؟ الكسر كله، قيمته اكبر من الكسر الثاني. طب ده اربعة اصغر من الخمسة، يبقى الكسر اكبر من يبقى 9 وربع اكبر من 9 وايه؟ وخمس. بعد كده 25 من 100، وهنا 2.5. طيب نبص على ايه؟ العدد الصحيح بتاع الاول. هنا عندنا هنا كام؟ 2، وعندنا هنا كام؟ 6. مين الكبير؟ 2 ولا 6؟ الاثنين. يبقى انا عندي 2.5، عندي 25 من 100 اصغر من 2.5، يبقى 2.5 اكبر من ايه؟ من 25 من 100. بعد كده بيقول لي ايه؟ رتب تصاعدي. رتب تصاعدي يعني ان الرقم الصغير الرقم ايه؟ الكبير. طيب انا لما ترتب اعداد هنا علامه 20، هبص اول حاجه على الارقام الايه؟ الصحيحه. برافو عليك، يبقى هبص على الارقام الايه؟ الصحيحه. انا عندي دلوقتي في هنا 0، وهنا في 1، وفي هنا 3، وفي هنا ايه؟ 2. مين اصغر رقم؟ مين اصغر رقم؟ يبقى
يبقى انا دلوقتي ايه بقى معايا كل الارقام بتاعتي هنا ايه موجبه. طيب عندي ايه؟ عندي دلوقتي 1.8 وعندي 5.2. ابص على الاعداد الصحيحه مين اصغر، الصفر ولا الواحد ولا الاثنين؟ الصفر. برافو عليكي. هكتب هنا ايه؟ صفر. هكتب هنا 5.10. خلاص كده خلصت 5.10. اشطب ايه عليها. بعد كده هيبقى معايا ايه؟ 1.8 و2.5. مين الصغير؟ الواحد ولا الاثنين؟ الواحد. و8.10 اشطب عليه. هيبقى معايا كام؟ 2.5. ¡Gracias!